ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وطقس حار نسبيا إلى حار في معظم المناطق، وطقس حار جدا في الأغوار والعقبة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله، لتصبح الأجواء حارة إلى حارة جدا في معظم المناطق، وتحديدا في مناطق العقبة والبحر الميت. كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن يوم الثلاثاء كانت الأجواء لطيفة نوعا ما، بينما يوم الأربعاء والخميس تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا، تحديدا في ساعات النهار اللي تتراوح ما بين 32-33 درجة في العاصمة عمان. ننتقل لنشاهد عاصمة عمان وكيف الأجواء بها خلال ساعات الليل. هذه الليلة أجواء صافية، 23 درجة مئوية، سرعة الرياح تصل إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة كما ذكرنا، درجات الحرارة في العاصمة عمان تتراوح ما بين 33 إلى 32 درجة مئوية يوم الأربعاء والخميس والجمعة. ليلا الأجواء تكون دافئة نوعا ما، لتكون ما بين 21 إلى 20 درجة في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة. نبدأها من أربد 34 نهارا إلى 23، في المفرق 35 إلى 22، في جرش 36 إلى 23 درجة مئوية، في عجلون من 34 إلى 21 في ساعات الليل، في العاصمة عمان 33 إلى 21، في الزرقاء 36 إلى 23، في البلقاء 32 إلى 22، مادبة 31 إلى 22 ليلا، في البحر الميت أجواء شديدة الحرارة 41 نهارا و29 درجة في ساعات الليل. الكرك 33 إلى 22، طفيلة 31 إلى 22، في معان 36 إلى 23 درجة في ساعات الليل، جبال الشرار من 30 إلى 18 درجة، في العقبة من 41 إلى 29 في ساعات الليل. في رويشد 41 إلى 24 ليلا، في الصفاوي 40 إلى 23 ليلا، الأزرق 40 إلى 24 درجة في ساعات الليل. وكانت هذه أبرز المعلومات التي وردت لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.